بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركته للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي، وربنا يجعل سنة 2024 كلها بركة وسلام وهدوء وطمأنينة ونجاحا لكم. عايز أقول معاكم كده آية جميلة وردت في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 20، لما هجم على يهوشافاط الملك بنو مؤاب وبنو عمون وجبل سعير، ولقي نفسه هيضيع خلاص، فاستدعى الشعب وفرض صوما، وقفوا في الهيكل صلوا صلاة جميلة جدا، صلاة طويلة وجميلة، بس أنا هاخد منها آية واحدة اللي هي آية 12. بيقول لربنا إيه؟ يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير، ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. أوقاتي أحبائي بنكون في وضع ليس فينا قوة، ليس فينا قوة، ولسنا ندري ماذا نفعل. واحد كده يا رب لا فيا قوة ولا عارف أعمل إيه، فقال ربنا ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وربنا اداله النصر. فأوقات كتير بيبقى ليس فينا قوة، أوقات كتير بنبقى مش عارفين نعمل ايه، فعايزين يا أحبائي نتعلم زي ما يهوشافاط عمل وقال لربنا ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل، مش عارفين نعمل ايه، ولكن نحوك أعيننا. تدريب جميل قوي يا أحبائي، يا ريت نعيش به هذه السنة، لما يكون ما فيناش قوة ولا مش عارفين نعمل حاجة، نقول لربنا ليس فينا قوة ومش عارفين نعمل إيه، ولكن نحوك أعيننا. ربنا يعطينا النصر والفرح والبهجة والمجد، وربنا يجعل حياتكم في انتصار وبهجة وفرح وسلام كل الأيام. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد آمين.